سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، أرسل بهذا السؤال ويقول: أريد إجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل يصح إسلام أو إيمان من يصلي ويصوم وهو متشكك في صحة الإسلام لأسباب كثيرة، وإنما يؤدي الفرائض ولسان حاله يقول: إذا صدقت رسالة الإسلام فها أنا قد أديت بعض ما علي، وإن لم تصح ولم يكن هنالك دين ولا حساب فلا أخسر شيء؟ هذا في الحقيقة لا يخلو، إما أنه مخبل ليس عنده عقل، وإما أنه زائغ والعياذ بالله. إن كان مخبلا ولا يؤاخذ على هذا، وكذلك إذا كان عنده وسواس نفس من الشيطان فيرفض هذا ويترك هذا الوسواس وهذا الشك، يرفضه ولا يتكلم به. أما إذا كان عنده تردد وشك في صحة الرسالة وصحة الإسلام فهذا ملحد والعياذ بالله، ولا ينفعه أنه يصلي مع الشك. قال الله جل وعلا في المنافقين: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فهذا شأن المنافقين، وإن كانوا يظهرون الأعمال الصالحة لكن عندهم شك وعندهم ريب في قلوبهم، فأعمالهم حابطة وهم في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. نعم.